ام بي بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. ما ناقصنا في ذا الجمع الا انت يا ام عامر. ام شكش لابست لس هالملابس اللي تهبل، وجايبت لس هالاكلات اللي ما لذة وطاب، وام ياسر شكت لس ذا الذهب يمين ويسار. يا ولد يا ولد تغطي يا مرة. يا حليلة وراك مستحي ها؟ توك صغير وشنبك ما بعد خط. الله يهديكي مو صغير، تراها تعدى العشرين. عشرين مو مبين عليه أملط؟ أملط؟ إي صح أملط. حطه. إيه حطه مين يا أبوي؟ الحين بصكك أربعة يحبها قلبك. يا شيخ دزها، إذا فزت علي بحلق شنبي. فيش شنبك؟ ها؟ اي صح وين شنبي؟ يا صديق! صديق! جيب شاي يا صديق! صديق! جيب مايا! ايه! سلامات! قايلك جيب شاي! جيب شاي ساي! انت ما في جيب شاي! لا تنفخ! انتو شنبك ذا اللي كنا طير جايب من بعيد! عشان من انت ما في سناب! خير ان شاء الله. مضيع مفاتيحك بوجهي؟ لا لا لا، بس ودي اسالك سؤال يبا، ولا ما طلع لي انا وياك شنب. غير السالفه، شوف لك سالفه ثانيه. هي بس يبا الموضوع ذا مسبب لي ازمه، ودي اعرف ليش. هذه وراثه. شوف صوره جدك في وجهه شعر؟ لا. شفتوا شلون؟ قلنا لك وراثه، خل عنك الخرابيط، قم لمهم خلينا نسوي الغداء ونتغدى. الناس تعرف ملايين وحنا حتى الشلم ما ورثنا. الغد جاهز؟ بس كم دقيقة جاهز. انت كيف حرمه في شنب؟ وانت كيف رجال ما في شنب؟ اقول اخلص علينا، اخلص علينا بالغد بس لا يكثر. يلا خلاص قرقر، يلا روح روح. والله وراحت الهيبة يا عموري، كلها خط أسود، مطلعك مطلعك، يعني وين بتروح مني؟ قايل لك لا توقف سيارتك مكان موقفي. انا وش سالفتي مع هالشنبات؟ كل شوي طالع لي واحد. معليش يا الجار، بس حبيت احطها بالظل. ظل ما ظل، لا توقف سيارتك مكان موقفي. ابشر 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 من هالشوارب. بكحل امك. يا حليلك والله ان
منك فله. ايه سلامات، وش اللي كحل امك ما كحل امك؟ اقول اهدى اهدى، ترى ما تعرف من انا. انا ورع. لو سمحت ابيك تحلق الشنب عكس. الشنب؟ هو فين الشنب ده عشان احلقه؟ موجود ينتظرك، يحتريك تحلق عشان يطلع. لا تكثر كلام، يلا استعجل. ابيك تحلق الشنب زيرو. سلامات، وليه تبي تحلق الشنب؟ حرام عليك. وش لقبك انت؟ شنبي ولا شنبك؟ لا شنبك، بس حرام عليك ترميه بالارض، هذا نعمه. وش اسوي؟ مطفشني، كل ما حلقته طلع. ما ادري اصرف على بنزين سيارتي ولا اصرف على شنبي. انت احمد ربك انك املط. املط؟ الحين من الأملط، مع السلامة. اسمع مني، انت لو عايز شنبك يطلع تسمع اللي أقولك عليه. كل يوم تحلق شنبك بالموس وتمسك فص توم وتدعك في كل الاتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال، وتفرج على اللي هيحصل. انت متأكد ولا تطقطق؟ اوه يا ما عملتها وانا صغير، جرب انت بس وهتشوف بنفسك. ايه بس اللي عندي وراثي. وانا كمان ابويا كان املط من غير شوارب، حتى بص شوف. على والله شلون ابوه؟ خلاص عرفنا السر. موسو توم؟ ها تعرف تعمل زيه. وش دراه ذا؟ بالطيب بالغصب تطلع يعني بتطلع. وتدعك في كل الاتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال. شفت المقطع اللي نزله عامر في التيك توك؟ لا غريبة ما طلع لي. يا ابويا هذه خاصية جديدة في التيك توك، يخصص مين يشوف ومين ما يشوف. مستحي من شربه. وتدعك في كل الاتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال. دربد. هلا والله بالعيال. هلا والله. تعال ورا ما حددتني مع العيال عشان اشوف المخ. وش ذي الريحه؟ واضح ريحه الثوم. وانت ورا ما رحت معهم؟ ماكل شاورما مثلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عامر، وش ذا الحمار اللي في وجهك؟ لا بس شارب توت. تعال اجلس. اف، شارب عصير توت ولا عصير ثوم؟ والله لا تبرك برشومي ما يطلع، مسوينها قبلك. ها؟ قام تجهز بس عشان بنروح لدولة العائلة. لازم اروح يبا. عجيب والله. ايه لازم. عامر، قبل ما تروح الدورية خلني احط لك شوية ميك اب اغطي لك الحمار.
السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا ابو عامر؟ حياك الله اكثر. ما شاء الله، هذا ولدك سليمان؟ لا، هذا ولدي عامر. اذكر بعمر ولدي يا حليله، احس بسليمان الصغير اثر عامر. نعم هذا عامر. ما شاء الله ما شاء الله. الحين يبا همك تقول الموضوع وراثه، هذول جماعتنا ما شاء الله كلهم طلعت لهم شنب، حتى ذا البزر طلع له شنب. ما هو شغلك سم؟ اخبارك يا عامر؟ الحمد لله بخير. لا الحين ما طلع شنبك. مو بشغلك. سيري كيف اطلع الشنب؟ والله لو تحت ببرشومي ما يطلع. سيري فمان الله دزيها بس. الو هلا اختي، زيتكم اصلي اكيد يطلع الشنب. طيب توصلون؟ تفضل طلبيتك. مشكور. عامر يا عامر، عامر فزعتك يا عامر. سلامات وش فيك؟ قطوة خشت داخل السيارة وانا خاف من القطاوة يا عامر. تكفى الله يرحم والديك، طلعها تكفى. اما عاد تخاف من القطوة، الحين شنب ومسوي زحمة وبالاخير تخاف من قطوة؟ طلعها الله يرحم والديك، ما نبفضيلك يا عامر، وراي مشوار، تكفى طلعها. انا اللي ما نبفضيلك، خل خويك الشنب الثاني هو اللي يطلعها. مع السلامة. يرحم امك اطلع، شد حيلك يا اخي شوي واطلع. أنا ليش حطيت بوجهي كله؟ أبوك الفاوة. حرارة حرارة. وش فيك يا عامر؟ وش فيك؟ حطيت زيت، أبي شنبي يطلع. مهبول أنت، تعال. وانت كل اللي ما شفت شيء صدقته وحطيته على وجهك؟ متى تتعقل؟ متى تبس رجال؟ علمني. وانت متى بتقول له السالفة؟ اي سالفة؟ عامر شوف الصندوق اللي فوق الرف، نزله وافتحه. وش ذا؟ هذا شنب جدك الله يرحمه. جدك الله يرحمه كل يهابه ويهاب شواربه، وسنة من السنين أهل الديرة بيحجون، قالوا له نبيك تحرس بيوتنا لما نرجع من الحج، قال بشواربي هذولي. أسلم يبا. وجوا حاشل وسرقوا البيوت كلها، ما خلوا فيها شيء نبت، ويوم رجعوا الحجاج ولا بيوتهم فاضية، وبعدها طاحت هيبة جدك ودعوا عليه، قالوا جاء الناس لكم بدون شوارب، وحلق شواربه قدام الجيران. بعدها صار كل عائله، امليطان جاء وامليطان راح، امليطان جاء وامليطان راح، لين ما مل من الديره وهج. انا حفيد سالم بن صالح اللي كان جاركم يوم قال انه بيحمي بيوتكم يوم حجيتوا. امليطان انت حفيد امليطان؟ هذا اللي جدي حلق شنبه. ايه انا اللي جدي حلق شنبه. الله تكفى تكفى، لا تدي عليه يا اخي. انا مالي ذنب، انا مالي ذنب. شوف شوف وجهي، شو وجهي يا جماعه الخير؟ كنا فطيره جبن بدون شنب يا اخي، حرام عليكم يا اخي. يا اخي قولوا لابوكم يا اخي، لا يشخصن الموضوع. شوف وجهي يا عم،
شوف وجهك كنا قفا سادة ما في شيء. يا حرام يا أخي، لا 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 يصير حقود يا أخي، خلاص يا أخي أنا رأي مكان يا أخي كلها شنبات. تكفى يا أبي تكفى يا طالبك، تسامح لوجه الله. أجل الله يسامحك يا مليطان، والله يرزقك أنت وأهلك ما تمنونه يا رب. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. شكرا يا شنب انت وياه. الله يسعدك ويفرج لك، قل امين. انا ما عندي تامين والموضوع ما يستاهل. يستاهل ولا ما يستاهل؟ الخطا عليكي ولازم اكلم نجم، وبعدين سيارتي اول مره تنصدم من يوم طلعت من الوكاله. ترى الموضوع ما يستاهل وبسيط مره، نقعد نلطع ونستنى نجم في ذا الشموس. اقول خلنا نروح خلنا نروح خلنا نروح. تعالي تبين تمشين اعطيني 500 ريال. 500 ريال اللي ما تخاف الله؟ خير إن شاء الله 500 ريال يا حيف عرجاجيل. بس بسيطة بسيطة، أهم شيء سلامتكم. تعرف رقم نجم بكلمه؟ أم عاد نجم استحل وجهك يا أخي، هذه جارتنا ما يستاهل الموضوع. ما يستاهل؟ شوف الصدمة، ولا نصلح حلة في الوكالة. تستهبل، أدك شذيب سيارتك من زمان، تبي تصلح على حساب جارتنا؟ عيب عليك. ولا بعد يا عامر يقول أعطيني 500 ريال وسامحت. أم عاد هو قال كذا؟ اي تبي تساومها علشان 500 ريال؟ أنت وخويك ذا اللي شنبه كنا يد سوني، استحى على وجهك. تبي 500 هذه 500، ها يلا دزها. إيه الحين أخليها تروح. صحيح الرجال مهب بشنابها، الرجال بمروتها وشيمتها في المواقف. بيض الله وجهك يا عامر. عفا عليس تحتمر سيجارتنا، يلا دزها. أبو عامر أنا بكرة الصباح عندي موعد في المستشفى. خير إن شاء الله. أي وديش عامر مغالي تبطح مع الاستراحة ليل ونهار، خليه يوديش. شوف ولدكم وش سوى. بسم الله عليك، وش فيك؟ عجيب، من اللي ما غشك؟ لقى موس الحلاقة حقت عامر وحلق شربه مسوي كبير وجاب العيد. خبل أنت، وش جايهم عيالي نهبلوا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أوف 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 أوف، سلامات. متضارب مع قطو أنت؟ شفت معاناتك مع شنبك؟ قلت أبدأ من بدري وأنا صغير عشان لا كبرت يمدي يطلع. اسمعوني يا عيال، عمر الشنب ما كان يثبت رجولة الرجال. شوفوني أنا، تزوجت أبوكم وهو أملط، لكن مواقفه ورجولته معاي تغني عن ألف رجال بشواربهم. اسمع يا سليمان، أنا أخوك الكبير وعاصرت بالحياة أشياء أكثر منك. الرجال ما يحب الأشناب، الرجال بمروتها وشيمتها بالمواقف، مع تحيات عجيبة جارتنا. لا داعي لا داعي، صفقوا لها هي إذا جت، أنا مالي دخل. عامر يا عامر، عامر عامر عامر، عندي موعد في المستشفى، قم ودني لأن أتأخر. عامر بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش ذا؟ ياس ياس، شرف كبير شرف كبير. أتحداك أتحداك. فيكم